انتخابات نقابة المهن التمثيلية. بيسعدني ويشرفني يكون معايا الفنانة الكبيرة الجميلة نهال عنبر. بنرحب بيكي ورؤيتك ايه النهاردة للمشهد الانتخابي؟ جميل، شايفة اقبال حلو قوي، في ناس كتير جات من الصبح، ناس داخلة على طول، وانا سعيدة بان الزملاء والفنانين عايزين يقولوا رأيهم، ودي حاجة حلوة، وانا ربنا يقدرني لو نجحت ان شاء الله ان انا اعمل اللي مفروض مطلوب مني، بالذات في ملف الصحة وكرامة الفنان، دي بتهمني قوي. يعني انا بيهمني ان الفنان يبقى عنده كرامة حتى في شغله، محدش يهينه. دكتور اشرف زكي ده من ضمن حاجات اللي ما بيقبلهاش، بس لازم كلنا مع بعض، مبقاش واحد بس اللي بيشتغل، كلنا بقى مع بعض ان شاء الله. مطالب كبير يمكن للفنانين، خاصة كمان في دعم المواهب الفنية، هتعمل ايه في الملف ده تحديدا؟ بص، الملف ده تبع ناس تانية ماسكينه، بس انا هساهم فيه على قد ما اقدر، هساهم فيه على قد ما اقدر. ف يعني انا مش عارفه لسه ما ادخل، عشان انا ما بحبش اقول كلامه خلاص، اما ادخل واشوف ايه الموضوع، واشوف هو اقدر اساعد ازاي، وايه الخطه اللي هم عاملينها، وممكن نزود وندعم فيها خطط تانية، فكده بقى خلاص تمام هقدر اعمل، لكن انا ما بحبش اقول كلامه خلاص، يعني مش طبيعتي الكلام. يعني فوز دكتور اشرف زكي بالتزكيه بيضع عليه يمكن عاتق كبير ومسؤوليه اكبر في الانتخابات في المنصب القادم. دكتور اشرف انسان مضحي، ومضحي بوقته وحياته وشغله وكل حاجه في الدنيا للنقابه، وده طول عمره، مش اول، مش حاجه جديده، فدي حاجه بصراحه يعني خليني انا اقول انا دايما وراه. يعني اي حاجه، وعايز اقول لك انا ايام ما كان حتى بره النقابه في فنان بيتعب ولا حاجه، اقول له الحقني في كذا، يقول لي دخلي المستشفى مالكيش دعوه، ادخل وقف واعمل، والاقيه اللي قاله وعمله. لا حقيقه، لا لا، حد بيقف جامد جدا للفنانين، ويعني كلنا بنحب اشرف زكي بصراحه. توقعاتك ايه لنهال عنبر في الانتخابات؟ ما اعرفش، ده حاجه بتاعت ربنا، ربنا يكرم ان شاء الله، بس شايفه الناس كلها حابين، فده ربنا يسهل. يعني متواجده ان شاء الله في الدراما الرمضانيه القادمه. بس عايز اقول لك حاجه، انا بره جوه، انا هو انا في الخدمه طبعا. هتكوني متواجده في الدراما الرمضانيه القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله، مسلسل حكايتي، احمد سمير فرج، اخراج استاذ احمد سمير فرج، ان شاء الله.